السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكم أخوتي، أزلف لكم أزلف لنا أخوتنا الأمازيغ. نحيي بتحية الإسلام كل نفس مسلمة مؤمنة فوق هذه الأرض، ونقول لها سلام الله عليك. ربي يبارك فيكم ويقويكم ويحميكم وينصركم يا رب على من عاداكم. الطعون الحاكمة الفاسدة. بصبو على زرق، مبروك عليك، عاودوا رجعوا لك العمامرة. هذه حكومة الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة جابوا لك العمامرة. العمامرة عرفت ولا ما عرفتوش؟ البصبع عرفت العمامرة؟ الريسيكلاج، الريسيكلاج، تجديد القديم، قديم ويحدوا فيه. عاود حدد، عاود حدد، ورجع عاود حدد، وروح جيب، روح جيب، حدد، روح جيب، وحدد، روح جيب، حدد برك. وزراء خرجوا، وزراء دفعة جديدة، كوطة جديدة. ايه حبوا يديروا دولة إقليمية جديدة، جزائر جديدة تعتبون القديمة الجديدة. مبروك عليك البصبع الأزرق، جاب لك العمامرة. زغمتي الحراش، يا ودي روح للحراش ولا روح حتى للرطاب، واش دخلني فيه يعني؟ يا ودي هذوك راهم كيما نقول دي بيون، يدحوهم يجيبوهم وقت ما يحبوا، يخرجوهم وقت ما يحبوا، يرموهم وقت ما يحبوا، يعاقبوهم وقت ما يحبوا، لانهم هم اصلا لا حاسين وهم منبطحين. هذوك اصلا عبيد، يحوس على الرؤوس الكبرى. هذوك هما اللي قسنطينه تحترق، الجزائر كامله تحترق. لو كيحرقوا الجزائر كامله ويرتاحوا، خلونا رماد. لا اله الا الله محمد رسول الله. ها مصيره السجن، لانهم خدموا به، خدموا به، خدموا به، سب الشعب، ربح القباحه مع الشعب، سب 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 سب، ومن بعد وش هو؟ خلاص من بعد رموه كي الكلب، رموه كي الكلب، رموه كي الكلب، كيفو كيف اللي قبلو، كيفو كيف اللي قبلو، رموه كي الكلب. مي هو بي مات في السبيطار مسكين، شفتو السبيطار كي داير؟ بون كي شفتوه مسكين، كان والو، طابلة ما عندوش، كان وزير، كانوا خدموا به في الانتخابات وخدموا به، مات في السبيطار مسكين، والو. كان يطلب العون من الناس، من الشعب، اجروا لي عاونوني. هذا كان وزير عندهم، كانوا خدموا به، خدموا به الانتخابات وغيره وغيره، كلهم كيما هكا يخدموا به ومن بعد يرموه، يخدموا به ويرموه. اللي ما يصلحش يرموه، هما بالنسبه لهم ما عندهم لا صاحب لا حبيب. وهذه هضرناها شحال من خطره، مش محتاجين نعاودوها لكم يعني. اما الرؤوس اللي دائما قاعده، هذوك عرف، هذوك هما العلبه السوداء، ومنهم اللي مقيمين في فرنسا ومازالوا يتحكموا في الجزائر، مقيمين في فرنسا، داو لو روتريت وقاعدين في فرنسا، واي حاجه كبيره تصرى ينزلوا هما، هما دائما ينزلوا بالطياره، ينزلوا ثم استنفار، يجوا يجروا. منهم هذاك الطحان اللي كان حاكم الامم المتحده، ولا مش عارف، يروح راح حرق سوريا، حرق، باع العراق، باع سوريا، باع كل الدول العربيه، وباع الجزائر معاه، لانه باع كلش، نسيت اسمه. ما بقاش كرنفال في الدشرة، ولات النار في الدشرة، النار، النار، النار راها تحرق فينا، والقادم أسوأ. وجدوا رواحكم، كونوا لحمة واحدة، وإياكم أنكم تختلفوا، ولو حتى على شرب كاس ماء، الماء يكون كاس واحد قسموه جغمة 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 جغمة، الوحدة هي قوتنا، والسلمية سلاحنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم طلعوا لنا واحد الحكايه هذيك تاع، قال لك الوالي تاع الشلف كان يهضر في القناه، ومن بعد قال لك انسى التليفون مفتوح، بقاو يسمعوا فيه. السفينه تاع فرنسا جات رمت السموم وراحت، سفينه تاع فرنسا جات محمله بالابقار، اشك اظن، عاودوا مازالوا يكرروا فيها في التلفزيون. شوف اي انسان يكذب يبقى يعاود في نفس الحاجه، يحاود فيها نفسها، يعاودها كذاب، يبقى يعاود لك في نفس الحاجه، ياكد ياكد هو باش يصدق روحه، ثم يحب ياكد لك بلي راه يقول صح، نفس الحاجه اللي يبقى يكرر فيها، يعاود لك فيها، يعاود لك فيها، يعاود لك فيها، يعاود لك فيها، لانه كذاب. مادام وريتوها في التلفزيون انتم كذابين. هذه ما دخلتليش في راسي، نطرح لكم نفس السؤال ونعاود لكم نفس السؤال، نفس السؤال، وين كانت البحريه الجزائريه؟ وين كانت المخابرات؟ وين كان الدفاع، الدفاع الوطني عن الوطن وعن هذه؟ وين كان؟ وقال لك هذه السفينه هربت ليه ليه؟ شوف سبحان الله، هربت ليه ليه؟ دخلت وهربت. يا اخي البواخر عندها
عندها طرق تمشي فيها، وباش تدخل المياه الاقليميه والله لازم دير اتصالات، ولازم تدخل باذن توريزاسيون، وكي تخرج تخرج بتوريزاسيون، ما تخرجش غير هكذاك برك. والله بلادنا احنا خربه، اللي جا رايح جاي، خربه خربه درتوها خربه، اللي رايح رايح واللي جاي جاي، صح خربه. احنا عندنا باساج برك، اللي جاي يفوت لا يتصل لا كلمه، وخاصه الفرنسيه يدخل على روحك وخرجي واحد ما يهضر معاك ما دام هضرتوا عليه في التلفزيون، الا انتم كذابين. معناتها رانا قادرين نسموكم يا الشعب الجزائري، وقادرين نرموا فيكم السموم وتموتوا كاملين، ومعناتها قادرين اننا نديروكم كاش حاجه، نقتلوكم نبيدوكم كاملين، تهدوا في الشعب، تهديد للشعب وتهديد صالح. قال لك وزعم هذاك الوالي نسى التليفون مفتوح وقاعد يعيط له واحد عسكري كورونيل، ولا هو يعيط له يقول له خبرت كورونيل الفلاني وخبرت كورونيل الفلاني. سبحان الله، هذا هو اللي نسى التليفون مفتوح باش يسمع الشعب، زعما شوفوا شوفوا الفضيحه هذه، او قاعد يهضر مع العسكر. الوالي هو اصلا من الكازرن، منين؟ ما من كل اللي حاكمين المناصب هم من الكازرنات، متخرجين من الكازرنات، سواء والي سواء كلهم متخرجين من الكازرنات. اللي عندهم المناطق المراكز الحساسه مثل الوالي، الوالي مستحيل تلقى واحد مدني، كلهم من الكازرن، كلهم ارض اللواء، اللواء ارض اللواء، لا تيغ دي لي جينيرو، لو بي دي لي جينيرو، هاي بالفرنسي باش يفهموها. وليت نهضر فرنسي حين يعديتوني. كيفاش هذا الباخره دخل؟ ثم كذابين ومنافقين لا اكثر ولا اقل. والله يا خاوتي شوف الكذاب باش يحب يقنعك بحاجه يبقى يعاودك فيها، يهضر لك ومن بعد يزيد يهضر لك ومن بعد يزيد يهضر لك، خليه 3 ايام 4 ايام غفلو وجبد له هذيك الحكايه، قول له واش تلقاه يلخبط في الهضره، يا اما ينسى الكذبه اللي كذبها يخرط عليك خرطه اخرى، يا اما يقول لك وين هذه انا مهضر، يظلم اللي هضر هذيك الحاجه. فانتم خرجتوا تاكدوا للشعب زعما كونكوا هذاك هو الاحتمال، ان هذيك هي الباخره اللي جات، الباخره هذه داخله للسوق، الجزائر سوق مبالا، اللي جاي يدخل ويخرج يرمي السموم ويروح، هذا تهديد صريح للشعب. انا قلت لكم هذه هي نتاعهم، هما اللي يديروا حاجه كيف تهديد للشعب. الغابات شكون اللي راه يحرق في الغابات؟ كل مره تحرقوها في جهه، احرق احرق الله يحرق عظامكم في الدنيا بالاخره، ربي يعطيكم سرطان قائم، يفتك فيكم تفتيك، يمصكم مص حتى تموتوا، يمصكم مص يبقى يمص فيكم، يمص فيكم كيما هي شنقري حنضلو في الاي، يبقى يمص فيه يمص فيه يمص فيه، يعذبوا في الدنيا ساعه، تعذب 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 تعذب، ومن بعد بخوك مشعبوك يتكعبر هكاك يتفحم كاع، ومن بعد يموت يروح عند ربي. ولا عذاب الاخره اشد، ولا عذاب الاخره اشد. لا اله الا الله محمد رسول الله. عيد الاضحى راه جايكم من عيد البوسبوع الازرق، روح شري الخروف، بس كان سمعت قال لك الخروف يعني خروف 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 خروف، يدير 7 ملايين 6 ملايين 5 ملايين، يعني 5 ملايين يعني 3 ملايين ونص 4 ملايين، تجيب قط تجيب قط تجيب قط، ما يبعبعش يمعوق، يدير لك عو عو يعوي. والخول الكبش، الكبش راه 35، ايه سيدي قال لك ما عندك ما تهضر، 35 مليون هنا بالاسطبلات الخمسة او سانكوري كما تعرف، تعرض كباش ذات الاحجام الكبيرة والنوعية الجيدة، حيث يتراوح سعر الكبش ما بين 3 ملايين ونصف الى غاية 20 مليون سنتيم، في حين هناك الاستثناء على غرار هذا الكبش الذي تم بيعه ب31 مليون. شوف الدرام اللي غلطه هاي دوك، هذا ربي سوى هذا، هاي شوف انت، هاي شوف كيقول لك 31 مليون ينخلع، ما ينخلعش، هذه فوت كونت روس، لا ما تخلعش ما تخلعش. 31 31 مليون واش تخلع؟ ما تخلعش 31 مليون، تجيك كريسه برك. 31 مليون تهضرها لواحد خدام حزام يطيح لك في الارض من نص ساعتين، ساعتين ويتمرغ في الارض، تقول ضربو جن الغالب، هذيك هي تسعقوا بهذيك ال 31 مليون. قولها الجنرال يقول لك ماشي ماشي غاليه، والجنرال يدي عليك 32 33 مليون، يزيد يعطيك البوربوار كاع، يزيد يرمي لك البقشيش. بصح الجنرالات ما يعيدوش معاكم، ما يشوفوش من عندكم، هما يدو كراتوي، هذوك يعيدو كراتوي باطل، ويدو بزوج بثلاثه بربع بخمس كبير نورمال، بس كاين جنرالات هما اللي مسيطرين على سوق الاغنام، هما عندهم مربيين الغنم وهم يبيعوا، ايه هما يبيعوا غير ما تكسروش راسكم.
تجارتي حمومة مربحة. أنا عندي لكم فكرة يا شعب الجزائري، هي صحيح أن العيد هو سنة، سنة مؤكدة، وش رأيكم لو كان متعيدوا شاد العام تخلوها لما خلوها لهم يأكلوهم هما، خليهم يأكلوهم هما وشو لما هو يقدرهم يعاونوا بهم الفقراء والمساكين، الله أعلم إذا يجوز أو لا يجوز. كل العيد هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يعني مش فرض، سنة مؤكدة. باش ما يطلعش انسان يقول لي راك تفتي في الدين، روح شخص الإمام يقول لك سنة مؤكدة ماهوش فرض. واش رايكم لو تلموا الانسان اللي قادر هذاك يهز الدرهمات وروح شوف اي فقير قدامه او يتامى ويتصدق له بهم، وخلوه هما ياكلوا الكبش تاعهم، كبش ولا 20 مليون و 25 مليون 30 مليون كبش، وتروح تشري قط ب 5 ملايين و 6 ملايين و 7 ملايين و 3 ملايين، ما عندك ما دير بهم، كنت راح تمي ممكن يضربوك بالعصا، تدي 3 ملايين تم يتقابضوا معك نورمال، يتقابضوا معك يضربوك. هادو خاوتنا في ورقلة، ربي ربي يسترهم ان شاء الله. خاوتنا في ورقلة نوجه لكم رسالة، نوجه لكم رسالة انتم نقطعوا على جال البطالة، تشفاو نهار خرجتوا وليتوا تحرقوا في ليبنو ومنا، وقلنا لكم ما تدخلوش في اللعب تاعهم تاع الفوضى بيسكم ما يحوسوا على الفوضى، ودرك عاودتوا رجعتوا للفوضى. انتوما كي تنوضوا ديروا الفوضى، وكي ما تنوضوش تشبعوا الذل، يعني وقتاش راح تتربى؟ يعني طريفة صين الحركة عندها 3 سنين، 3 سنين وحنايا الشعب الجزائري واقف على رجل باش يجيب الاستقلال، مش محتاج ناس اخرين يجوا ليه يفسدوه. حركنا سلمي ماهوش تاع حجر ومكاده بالحجر، ما عندكش الخدمه يا الجزائريين كل بطالين، انت برك اللي ما عندكش الخدمه، الجزائريين كل بطالين، تشوف الناس الكل راها تعاني الامرين، حتى اللي خدام ماهوش رابح، اللي خدام مربح واللي ماهوش خدام مربح، اللي ماهوش خدام على الاقل يصبح راقد رابح راحته، اما اللي خدام ينوض الصباح وما دا غير تعب، ما يقدرش يعيد 30 مليون، ما يقدرش يشري كبس 30 مليون، حتى 7 ملايين ما يقدرش يشريه، ما يقدرش يشريه، البوليسي طحن ما يقدرش يشريه، لانه 5 ملايين الخلصه تاعو، ويخلص لك راه خاصة اللي يخلص لك راه ويخلص هذه ويخلص هذه ويخلص هذه، ويزيد ياكل ويشرب ويزيد يسرق، يروح يدير الرشوة، اللي يدير الرشوة يشري يشري حتى ب 15 20 مليون يشري، اما اللي ماهوش مرتشي ما يقدرش يشريه، يبقى يتفرج. عيدوا بدلاعه كيما حطيتها في المنشور، الموس فيها والحمورية فيها، تسيل هي ثاني الحمورية تحسبها دم موصي، عيد بدلاعه مهني روحك طنكين. انا على حسب ظني ان العيد يعني مثل الحج، اللي يقدر اللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النبي عليه الصلاه والسلام ضحى على امته، يعني انت راك مضحي اصلا، ضحى على امته، لكن حنا عندنا درك العيد هذا، العيد هذا بال شي لازم الشواء، لازم ناكلوا شواء ولازم نجيبوا على جال اللحم، اللحم باش ناكلوا اللحم، جيعانين جيعانين مانيش ناكلوا اللحم، حنايا في سارليه ما ناكلوش اللحم، ونشروه في العيد بالدوبل، باش في سعر الايام يدير 120 ألف 160 ألف 180، لا لا نهار العيد تشري ب 500 ألف الكيلو، اذا ما فاتش 500 ألف الكيلو اصلا مش عارف انا شحال فيه الكيلو، تشريه بالدوبل غلا وتاكلو تيعجبك تاع العيد، تحشموش والله ما تحشمو، والله ما تحشمو، كيفاش نديرو النيف حنا كيفاش، كيفاش نديرو النيف، نكونو امه واحده، نكونو امه واحده، كي نتفقوا على حاجه نطبقوها كامل، كي نطبقوها كامل نوليو اقوياء، نوليو ضعفاء، لو نطبقوا كلنا نطبقوا نفس الفكره، نفس الفكره نتفقوا على فكره ونطبقوها، شعب كامل، شعب كامل بالصغير بالكبير، بالصغير بالكبير نطبقوا هذيك الفكره، تشوف فاش القوه تاع الشعب هذاك فاش تولي، من بعد تولي تعيد نورماليست، مش محتاج ب 30 مليون و 35 مليون، مش محتاج، ومش محتاج تكوفر على الزيت وتولي حياتك نورمال، تولي قادر تعيد كل يوم، تعيد كل شهر تشري خضر، هنا كل شهر تقدر تشري كبش، كل شهر كل شهر كل شهر تشري خروف نورمال، شحال سمكو شحال سمكو 300 أورو تقدر تشريه نورمال، كل شهر مش محتاج تخبي له العام كامل باش تشري خروف، لا تقدر تشريه تخدم تشريه نورمال، وتدفع الكراهية تاعك وتاكل وتجيب الخروف هذاك حتى تاكل حتى تقيا، تتقيا هذاك اللحم يولي يخرج لك من مناخيرك،
ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل، ما تنضرش عليه. عندنا حنايا الكبش هذا ندير له عام كامل هما يلموا، وكاين ناس يروحوا يزيدوا يسلفوا، وكاين ناس يسرقوا وما عليه باش يتبهدلوا، وكاين ناس يبيعوا الصيغه تاعهم، وكاين حتى اللي مش عارف كيفاش يدير يروح يسلف باش يشري زعما روح روح قدام الناس، قدام الناس زعما قدام الناس لازم نعيده قدام الناس، انت قدام ربي العيد هذا تاع ربي ومش تاع الناس، قدام ربي ربي ومش قدام الناس. اشرح لي في الناس يعني. اذا مانيش قادر مانيش قادر نعيد من عيدش نورمال، وين راح المشكل؟ وين راح المشكل؟ علاش عندنا العقده هذه تاع العيد والعقده تاع لازم، مع ان ربي يعطيك رخصه اذا ما عندكش، مش محتاج تروح تسلف دراهم تزيد على على ظهرك الديونات، وانت اصلا عندك الدين وتزيد تروح تركب الدين. ما نظنش بلي رب العالمين قال حاجه كيما هكا، انا ما نظنش بلي ربي قال حاجه كيما هكا، ما قالهاش ربي. ما فرضش عليك انت تميزر باش دير له حاجه اصلا اللي انت كارهها، لان ربي يحب الطيبات، يحب الحاجه اللي تخرج من النفس، مش يتميزر ويروح يسلف الديونات ومن بعد يولي يقول لك والله العيد وسلفنا له والعيد ودرنا له. ربي ما يقبلكش حاجه كيما هكا، ما يقبلها لكش. راك رحت عيطت وزي تجيب لحقها بالاذى، بالاذى العيد هذا ركبنا الدين، العيد هذا در... وعلاه راح تركب الدين؟ ربي قال لك راح ركب الدين؟ ربي ما قالكش راح ركب الدين، هاي طري فاسي. ربي والله ما قال لك ركب الدين على روحك، ولا روح ما على باليش بيع صيغه تاع مرتك، ولا روح ولا روح دير رشوه، ولا ما على باليش، ولا تبهليل زعما قدام الناس. العيد ماهوش قدام الناس، العيد هذا لله، لله الحاجه لله، خليها لله ما دخلش فيها الناس. جارك جاي قال لك ما عيطش، قول له ما عيطش، وراح المشكل. وعليه ما عيطش؟ قول له ما عنديش، مش عيب، ما قدرتش على العيب لا غالب، وراح المشكل. نزيد نوصي الشعب الجزائري، انا عارف الطبيعه كي دايره يا الشعب الجزائري، كي تشوفوا انسان ما عيطش ما تروحش تحرجوا تزيدوا الاحراج، تروح تبقى تسقسي فيه علاه ما عيطش، ما عيطش باسكو ما عندوش، هاني قلت لك انا ما عندوش، ما تروحش تحرجوا ديروا الاحراج، تزيد تزبل في فمك انت، تخرج الزبل من فمك ترى مهلو. نبطلوا الطبيعه هذه، لازم نعذروا احوال الناس ونعذروا الناس. عيب ان انسان معيش تروح تقول له علاه ما عيطش، فراك انت على واش ما عيطش؟ كافر موش كافر، هو يصلي معاك واش فراك انت؟ يا عنده ما راحش يشرى يعني مكره، ولا مكر في في روحه يعني؟ يعني هذا السؤال ما محله من الاعراب، كي تروح عند جارك ما عيطش تروح تقول له علاه ما عيطش؟ واش السؤال هذا؟ واش السؤال هذا يعني؟ السؤال هذا واش الفايده فيه؟ واش من فايده فيه؟ مانيش فاهم انا واش من فايده فيه. انا كنت جيت تقسيني هكذاك وما نعيطش، والله يشهد ربي واحتراما للمواطن اللي راهم يتفرجوا نتنخم لك في وجهك ديريكت، او والله غير نديرها فيك قسما بالله، غير نتنخم لك في وجهك باسكو نعرفك باللي انسان سفيه ورخيص وطحن بارك. اما الراجل اللبيب كي يشوف انسان في محنه ما يروحش يحط صبعه في هذاك الجرح ويبقى يخرخس له فيه هكذا، هو موجوع وانت زي راح توجع فيه، رخصه طحين الور احسن دوي تنخم لك في وجهك. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا نكون ماتم، يلا يلا يلا. اعتذر على هذا الكلام السفيه والتافه، والله ما انتبهت، سامحوني. عقال ورقلة، عقال ورقلة، لازم تفهموا حاجة واحدة، باللي الشعب الجزائري الجزائر كلها مرهونة بهذاك الشعب، والشعب صبر 3 سنين، قرابة 3 سنين هو صابر باش يحرر بلاده، فمش محتاج أنه أي ولاية ما يهمش واش من ولاية تروح تفسد هذا الحراك المبارك وهذه الثورة المباركة السلمية. السلمية هي اللي دمرتهم، والسلمية هي اللي حبست المخاخهم، فمش محتاجين اي ولايه اخرى تنوض تزعف اكثر من الاخرين، لا، لان الجزائر مش تاع ورقله وحده، ولا تاع وهران وحده، ولا تاع قسنطينه وحده، الجزائر تاع الجزائريين. فمن فضلكم يا عقال ورقله روحوا تكلموا مع هذوك الناس، قول لهم عيب عليكم لانهم يزرعوا في الفوضى، حابين يديروا الفوضى، ومش مش مستبعد ان هذا شيء مخدوم من المخابرات باش يديروا الفوضى، يزيدوا الفوضى اكثر. البطاله 6000 سنه وانتم في البطاله ما درتوش حاجه كيما غير ضرك ظهرت لكم ديروا هكا، غير ضرك ضرك برك في الثورة ضرك ظهرت لكم ديروا الحاجة هذه، ما دايما نتوما بطالين وقاعدين برا في الزنقة تلعبوا الدومين، ما جات غير ضرك، غير ضرك يا أخي خوانا.
لا إله الله محمد رسول الله. يقال أن الجزائر الجديدة أصبحت الجزائر الجديدة. يقال أن الجزائر أصبحت الجزائر الجديدة، وأنا أقول أن الجزائر أصبحت الجزائر المريضة. والله نحن المعذبون على الأرض لا نريد سوى الحياة الطيبة الكريمة، حتى ولو كنا فقراء حرمنا من حقوقنا وأصبحنا كلاجئين. واللي نحن لاجئين في بلادنا، كلاجئين في وطن ضحى من أجله الرجال واستشهدوا لنعيش نحن في المذلة والظلم. أخي، لماذا لا يتفق جميع الجزائريين على دعاء واحد في وقت واحد؟ ديروا تهجد. شوفوا يوم الجمعة تفهموا كامل دعاء واحد، والله هذه تنفع. أقوس لما تتحد الأمة، قلوب الأمة كلها على دعاء واحد ويصعد إلى السماء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان يشوف تجيب بومبا 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 تجمعهم كامل هكذا بومبات بزاف وترميهم دفعة واحدة. إيه إيه والله مليحة هذه الفكرة. هذا واحد الأخر رسل لي هذه الرسالة، أنا قال لكم مش تعين، بس تقولوا أنا مانيش مفكر لهالدرجة، فكرتنا عجبتني. على دعاء واحد في وقت واحد يوم الجمعة، ربنا إننا مغلوبين في أمرنا فانتصر لعبادك المستضعفين. ربما تكون لحظة استجابة ويزول هذا الغم والهم، وتنهض الجزائر من جديد برجالها المخلصين. الله يبارك فيك يا أخونا على هذه الكلمة الطيبة وهذا الفكر الجميل. أنا دائما أقول ادعوا لله، ادعوا، لكن أنكم توحدوا الدعاء هذا كذلك يعني مستحب. يديروها في صلاة الاستسقاء دعاء موحد، ديروها في صلاة التهجد دعاء موحد، ان الناس توقف تدعي دعاء واحد، ان الرجل اللي يصلي بهم يدعي دعاء واللي من وراها يقولوا امين امين. يعني جربوا كل حاجة مليحة، خاصة دعاء وقراءة القرآن حاجة مليحة. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا واش قالوا لي؟ قالوا لي بلي هذاك والي خارج بالكومبا ديريكت. الوالي ولا ماهوش الوالي؟ الوالي خارج بالكومبا ديريكت، هما مخرجين من الكازرنا بس على بالي يلبسوا الكوستيم، يحبوا يلبسوا الكوستيم بس عم يبانوا مدنيين. هو من داخل راح عسكري، تفكيره عسكري، نظام عسكري، تليفونه ماشي الكازرنا ديريكت، بصح يلبسوا كوستيم زعما كون شوفونا احنا مدنيين. هذوك خرجوا لها طايطاي بال طايطاي، قال لها عطيني السكنه، قال لها روح للمير تاعك، تجيش لعندي انا تشكيليش عندي انا، روح للمير تاعك انت رخيص، رايح طوموطي في السكنه اعطيني السكنه رخيص برك. انا قلت لكم اي واحد يروح يقول له سياده الوالي ويا تبون ويا الوزير ويا ايته السلطات ويا هذه، اعرف راك بلي راك بصبوع زرق مازال ما فقتش بروحك برك، راك بصبع زرق بصح ما فقتش بروحك. الامور هذه ما تطلبش، الامور هذه تؤخذ في ظل الدوله المدنيه. عندك الحق تدي حقك مش محتاج تروح تطلب حقك، وكي تروح تطلبهم تسمى راك تزيد لهم في القيمه تاعهم، راك ترخص في روحك وتزيد لهم في قيمتهم، تسمى راك تحسس فيه بلي راه حاجه كبيره، مع انه هو سريق كذاب منافق طحان ما يسواش فرنك. العيد على الابواب، الله لا يربحكم، اللهم اجعل نهايتهم قريب عاجل غير عاجل يا رب، اللهم اجعل نهايتهم عاجل غير عاجل. دمرتوا العباد، دمرتوا البلاد، دمرتوا كلش، حركتوا الغابات. الكبش ب 31 مليون و7 ملايين و5 ملايين، منين يجيب المواطن 5 ملايين؟ وهذاك اللي يخدم غير تاع الجورني مسكين هذاك يلم برك، منين يجيب 5 ملايين؟ تسمى هذا العام كامل وهو يلم باش يشري كبش، كبش باش يشري كبش العام كامل وانت تلم، وإذا لحقت عليها وإذا لحق الله أعلم. بس الناس مشات بالنية بلي الخروف مازال بجوج ملايين ونص، ثلاث ملايين، ثلاث ملايين وميتين كيما العام اللي فات، لمو ثلاث ملايين وميتين كي وصل العيد ولا بخمس ملايين، راح حتى ثلاث ملايين وميتين طفرت فيه ما قدرش يوصل خمس ملايين.
العام الجاي وليو ب 9 ملايين، تاع 3 ملايين وتاع 5 ملايين العام هذا، العام الجاي وليو ب 7 ملايين ولا ب 9 ملايين، والعام اللي من وراه ب 12 مليون، والشهريه رايحه، شهريه هي ما تتحركش، تدي مليون و200، مليون و300، 2 ملايين، مش عارف اروح لمنهم، تبو الشريعي كبش ب 5 ملايين، ما كاش تلحقش، ما تلحقش. الو تقعد هكذاك، تروح تزيد غير تفقر تفقر، الاسبوع تزيد تفقر 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 تفقر، بصح انت حتى لو تفقر تفقر، كاين شي بوسبوع يفقر يفقر يفقر، وكتهضر معاه يقول لك مكتوب ربي، مكتوب ربي، تقول له بصح من يسرقوا فيك وكاينهم ربي، اي بصح راه ما واش حبيتني ندير لهم، وانا عند ربي نتحاسبوا. ايوا في الدنيا هاي يقول لك انا عايشين، انا خو كان عايشين في الضباب الكحل، ايوا كيفاش يقول لك اعطيني انت عاوني انت، علاش نعاونك انا، علاش نعاونك انت، ما عاونتش روحك كيفاش نعاونك انا، نعاون انسان مريض الله غالب بصح واحد، علاش نعاونك انت ماكش معاون روحك، الناس يعاونوا انسان كيكون هو يعاون في روحه وما يقدرش ما لحقش نعاونوه سيدي، مش مشكل، اما هو قاعد يقول لك ما كاين، وكيلهم ربي هي صاحب، كيلهم ربي بصح ربي قال لك اسعى نوض تحرك نوض اخرج الزنقه، قول لهم لا تعلم تقول لا لا، والله انت غير لينا احنا تقول لا لا، غير لينا احنا برك تقول لا لا، اليوم هو ما تقدرش ما تجيش، حرام لا يجوز، لينا احنا حلال تربح الحسنات، ايه من حقك اخويا من حقك، من حقك اخويا من حقك، من حقك، لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يجيب الخير ان شاء الله. هنا بالاستبلات الخمسة او سانكوري كما تقول غير انا وياك تصور، من كل واحد وش يحب وش يشارك. الموالون يرجعون غلاء هذه النوعية العملاقة الى نظرتها، إضافة إلى أنها تتلقى رعاية خاصة لتصل إلى حجمها هذا. لكن هو نعطيه له مليون يشربوا يشربوا في الشهر، نعطيه له مليون ماشي زعما تشكيك ولا باش يكمل، باش العظم تاعو يخشان، باش فم تاعو تولي شابة متحوب ياكل يمشي ما يبقاش في بلاصة واحدة، هذيك في الشهر صرف عليه مليون، بصح هذاك ما كاينش منه بزاف، كون كاين منه بزاف يسوى 16 15 14، بصح كاين اللي يسواها، دوك شكون يشري ماهوش يشري فيه المرفهة، يشري بيه غير انا وياك تا زوالي. ها هي سيدي ها. ها هي زوالي يشري تاع 16 17 مليون زوالي. هي هي. قال لك يشري غير زوالي. او شكون راح يشري المرفه ما يشريش المرفه. يشري زوالي. ايه نبقاو نحكوا على الكبش اخونا. واش راح نديروا؟ ها وقت العيد. كل وقت بوقته. معليش نحكوا على الكبش. باش على الاقل اللي ما شراش الكبش يقول لك انا هضرنا عليه. هاي نحن نفحة، يقول لك انا نحن النفحة بالهضره عليه، داخل الناس حتى بالنفحة على العصابه، واش نحكي لك على العصابه انا، ها محرق لك خنشله، ها روح درك قال لك حرقوا قسنطينه وراح نحرقوا هذيك، واش ندير لك انا نحكي، واش حبيتني نحكي لك على العصابه، واش حبيتني نحكي لك، واش حبيتني نحكي لك على العصابه، انهم سراقين، هي مسرقين قتالين مجرمين، هم مجرمين، ينوض حزم روحك وخرج الزنقه، ينوض انهم نهبوا البلاد نهبوها، هاو قاعدين نهضروا فيها، انهم قتلوا الناس قتلوا الناس، اعتقلوا الناس اعتقلوا الناس، سجنوا الناس سجنوا الناس، الحل اخرج للزنقه اخرج للزنقه، روح دير الحراك، هاو الحل سيدي، اخرج اخرج للزنقه، روح دير حراك، اعطينا الحل، داخل انا تبي تحوس لي على الحل، الله يحل مفاصلك، ها يا سيدي الله يحل مفاصلك، 3 سنين وحنا نتنابحوا بصوتنا نبح، وخرجوا وخرجوا وخرجوا، دروك جاي تقول لي تايا وشنو هو الحل، سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم خاوتنا ربي يبارك، ها جابوا لك هذا العمامرة وجابوا لك ها شوف 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 شحال زين وقرع، ها قرع وزين، ها وعنده موسطاش، ها هام جابوه لك، دروك هذا يولي يحكم فيك، أبقى تخبى في الدار برك، تخبوا في الدار تخباو في الدار برك، ما كاين حتى مشكل. لا لا ما صلوا صلاه الجنازه على الجزائر، الجزائر ستحيا باذن الله، وتتنحاو يعني تتنحاو نتوما تتنحاو، والنوايا السيئه تروح، ويعاود يرجع ذاك الامل والبصيص، الامل يرجع في قلوب المواطنين، دروك يتشارجاو ويخرجوكم من الزنقه، غير يتشارجاو برك اصبر، يتشارجاو يتشارجاو يتشارجاو، باسكو حنا نمشيو كي الباطري، لازم تشارجي
لازم يتشارجا، ما عندوش هذيك الحماس تاع دز قدام هكا تسمى صادم، ما عندوش هذيك كيما خوتنا القبال الله يبارك، مشحونين ديجا هكا طاقة ربانية. كاين ناس لازم تشحنوا تحطوا كي التليفون تحطوا يتشارجا يقعد لك صادم بون شهر شهرين حتى يتزير مليح تعصر مليح يحس باللي خلاص راح. هاي هذاك زاد يخرج، زاد يخرج عليه رئيس الحكومة الجديد زاد يكلحوا بزوج كلمات باش يقول له راح ندير لكم حل وراح نجيب لكم حل ورانا درنا ورانا نحين الوزير الفلاني، يعاود يفسي هذاك يعاود يقعد في بلاصتو يقول لك نحاول وزير طرق يجي وزير جديد. هكا جابوا به 40 سنة هو هكا تك ويا رايح. لا غالب حنا عندنا عباد كيما هكا، لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يبارك فيكم وربي يحميكم. كملنا اللايف تاع اليوم، ما عنديش حوايج بزاف نهضر عليهم. شفت هذاك اللي يهضر لك على الباخره وجابوا هذاك زعما قال لك الوالي يهضر ومن بعد جا واحد ضابط يهضر معاه، قلت هذه غير يكلحوا فيكم برك الاكثر والاقل، بصح حابين يثبتوا هذيك الحكايه تاعهم باللي باخره فرنسيه جات رمات لكم واش تحل ثم. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله، هذا هو الموضوع اللي كنا نتكلموا فيه وتكلمنا على العيد. ربي يبارك فيكم وربي يحل اياماتكم الى الغد ان شاء الله وربي يحميكم ان شاء الله. اني تعبان، خلونا نروح نتكى. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.